محمد الزبدان المري 6 دقائق 3 ثواني 23 جزء من الثانية. تهانينا لك على هذا الفوز وهذا المساء، واحتفلوا يا أهل الفائزة بهذا الناموس في هذا المهرجان الغالي. المركز الثاني الفارقة 6 دقائق 4 ثواني 35 جزء من الثانية، ما قصرت هنا لعبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري، ويستاهل الفوز على هذا الناموس بالمركز الثاني. المركز الثالث اللي وصلت اللي الراسية هنا بشعار بمهيرة 6 دقائق 7 ثواني 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الراسية عبد الرحمن بن علي بن سالم الجربوعي المري. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا المنطلق هو الشوط السادس، وبصوت الزميل عبد العزيز العطوي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وابدا نستعين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، أعلنت انطلاقة هذا الشوط، شوطنا السادس والخاص بسن الحقايق القعدان من مسافة 4 كيلومترات. انطلق هذا الشوط الذي يضم نخبة من الأسماء، نخبة من الشعارات الرنانة، نخبة من الأساطير التي أتت في ميدان التحدي، وبالذات في مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. أبدأ بداية مع براق لأتابع وأراقب من يحتل المركز الأول، ناصر بن سعيد بن نورة. يا بن نورة نور الميدان بحضوره، يقدم لنا براق على مستوى المركز الأول. المركز الثاني أتابع الحضور والقدوم من قبل حرب لفهد بن محمد بن فهد بن سالم، من يقدم لنا درب. بينما المركز الثالث أتابع أبناء السلطنة، أبناء السلطنة الحاضرين أو هنالك الحاضر، طماع راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، من يدفع لنا بطماع. بينما الوصول والانطلاق في هذه اللحظات، انطلقوا أبناء السلطنة ليتقدم شعار محمد بن سالم الوهيبي، من يقدم لنا غيث. ولكن القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل إدخان سالم بن صقر بن سالم المريخي، من يقدم لنا إدخان على مستوى المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، هكذا هي الشعارات، ولكن العودة إلى من يحمل الرقم 1، إلى درب فهد بن محمد بن فهد بن سالم، من يدفع لنا بدرب على أول الأسماء. ولكن الوصول، الوصول من قبل غيث، غيث يا أبو سالم، غيث محمد بن سالم بن محمد الوهيبي يقدم لنا غيث. وأيضا الوصول والانطلاق من شعار السريع ليتقدم في هذه اللحظات. وصلكم الموج، وصل الموج، ووصل مع انطلاقة الموج سعد بن محمد بن حمد بن صافي المري، يدفع لنا بالموج. الله 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 الله، يا هذا الشوط، يا هذا الصراع. المركز الثالث أتابع وأراقب القدوم من شعار الصحاق، هنا يتقدم ويقدم لنا شقران سالم بن علي بن متعب الصحاق المري، وكذلك القدوم والانطلاق من قبل حوير حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت، يدفع لنا بحوير. يا سلام يا سلام، الله 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 الله. المركز الخامس أجد الحضور من عجيب لخليفة بن عبد الله بن علي العطية، يقدم لنا في هذه اللحظات. عجيب عجيب يا عجيب، ولكن العودة وين؟ العودة وين يا أبناء الأحمدية؟ العودة إلى السريع وانطلاقاته السريع وتحركاته السريع واندفاعاته. ولكن
لكن الصعاق الصعاق بن متعب يا بن متعب، لكن هنا ينطلق الموج 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 مع اول الاسماء، الموج مع سعد بن حمد بن محمد بن صافي المري. سلام سلام، الله 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 على هذا العرض على هذا الحضور، ولكن القدوم والانطلاق في هذه اللحظات، من الواصل من الحاضر في هذه اللحظات؟ الحصن سعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي، ما بين الحصن ما بين الموج، الموج ولا الحصن؟ الموج ولا الحصن؟ الامتار الاخيرة ما بين الهاشمي ما بين بن صافية، ما بين الهاشمي ما بين بن صافية. الله الله الله، ولكن غير الهاشمي غير الحصن غير. الله يا الهاشمي الله، سلام يا الحصن سلام، تهانينا تهانينا والف مبروك لمن فاجانا في الامتار الاخيرة، الحصن سعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي. سلام يا الهاشمي سلام. المركز الثاني الموج سعد بن محمد بن حمد بن صافية المري. المركز الثالث شقران لسالم بن علي بن متعب الصعاق. المركز الرابع بندر لعوض بن ناجي بن عوض العنزي. المركز الخامس وصل عذب لزيد بن محسن بن عبد الله بن انديلة المري. اذا تهانينا تهانينا والف مبروك لمالكي الحصن سعيد بن ناصر بن حميد بن علي الهاشمي على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني لحظة الوصول 6 دقائق 8 ثواني وثلاثة أجزاء من الثواني، بينما جاء في المركز الثاني الموج سعد بن محمد بن حمد بن صافية المري. من قدم لنا الموج بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق 8 ثواني و11 جزء من الثواني، بينما جاء في المركز الثالث وصل شقران لسالم بن علي بن عبد الله بن متعب الصعاق 6 دقائق و10 ثواني و79 جزءا من الثواني. تهانينا والف مبروك. شوطنا السابع ينطلق والزميل سلطان السعيدي.